السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. بالنسبة لموضوع مكافحة الفاروة، ما هي الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها أخونا النحال؟ نعلم جميعا أن مكافحة الفاروة تكون قبل الموسم و بعد الموسم أو بعد جني العسل مباشرة، والبعض يقول في بداية الربيع وفي نهاية الخريف، خاصة عندما تكون الحضنة متدنية في أدنى مستوياتها. دعونا من هذا الكلام، الحديث حول استخدام المواد الطبيعية والمواد الكيميائية، متى نستخدم هذه ومتى نستخدم تلك، وهل هناك تصريح أن نقوم باستخدام المواد الكيميائية في مكافحة الفاروة أم لا؟ أسئلة يجيب عليها الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي زيد، تحياتي لأخونا أبو موسى وجميع من يساهم في هذه المناقشة وجميع أعضاء المجموعة. أخي زيد، يعني ذكرت أنه أنت في مداخلتك أنه الفاروة هي عدة أنواع، لكن لا أخي الكريم، الفاروة فاروة ما فيها أنواع، لكن في اختلاف طبعا بالحجم واللون والشكل ما بين الذكر والأنثى، والفاروة الصغيرة والكبيرة والبالغة وغير البالغة كذلك. يعني اللي بنشوفه على النحل، الشيء الثاني اللي ممكن احنا نشوفه على النحل اللي يسمى كمبل النحل وليس نوع من انواع الفاروة، وهذا كمبل النحل يصيب على الغالب، بتكون انت بتشوفه بيتكاثر على الملكات، يعني الملكات بتكون جاذبة له، وقد يصل عدد الكملات على الملكة ربما اكثر من 10، ربما 15 او 20، لان حجمها صغير. هاي الكمل، التعامل مع كمل النحل سهل جدا، يعني إما بالتدخين بأوراق التبغ لها الدخان، أو أي مادة تستخدم لمكافحة الفاروة تقتل هذا الكمل، تقتله تقضي عليه نهائيا. لذلك يعني ما منشوفه إلا نادرا في خلايا النحل، لكن الفاروة مستعصي تقريبا يعني على النحالين أو على العالم، يعني ما لغاية الآن ما في عنا علاج ممكن انه يقتل الفاروة بنسبة 100%. يعني احسن علاج ممكن انه نستخدمه لمكافحة الفاروة اللي هو الامتراز او الفلومترين اللي انت ذكرت وقلت عنهن انهن سموم. هي صحيح سموم، هي مواد كيماوية، هي ليست سموم، هي مواد كيماوية يستخدمها المزارع في لها، يعني خلينا نقول استخدامات على الحيوانات، على النحل، في يعني قاتلة حشرات بالنهاية. لكن أنا بدي أتحدث بهالجزئية الصغيرة، تقول إنه إحنا بنستخدم سموم، وهذا يؤثر على العسل، يؤثر على الشمع، يؤثر على النحل، يؤثر على الملكات اللي تفضلت فيه، طبعا صحيح. لكن أخي الكريم، يعني بدنا نحكي شوي بالكيماويات، الأمتراز والفلومترين وكل هذه المواد، فلافينات، كل هذه المواد هي مواد كيماوية وتسمى المواد الكيماوية الصعبة، hard chemicals. إيش معنى كلمة مواد كيماوية صعبة؟ اللي هي صعبة التفكك، يعني المواد الكيماوية هذه هي تتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. هذه الجزيئات المفروض إنها أو الذرات إنها يعني تتفكك من وتصبح مادة ثانية أو تتحلل أو يصبح تأثيرها ضعيف إذا وقعت تحت تأثير الأجواء الخارجية، الهواء والحرارة والرياح والرطوبة وكل هذه الأمور بتؤدي إلى تفكيك هذه المواد الكيماوية. مهما كانت هذه المواد الكيماوية، هذه العوامل الخارجية ممكن إنها تفككها وتعيدها إلى مواد أولية. لكن بالنسبة للأمتراز وعائلة الأمتراز كلها اللي بنسميها إحنا الهارد كيميكالز، اللي هي ما بتقدر الأهوال الجوية أو تصعب أو تستعصي أمام التفكيك على الأحوال الجوية أو المؤثرات الخارجية اللي حكيناها كلها، لذلك يعني فترة وجودها أو فترة عملها بتكون طويلة، قد تستمر إلى أشهر مثلا إذا ما تعرضت إلى
مؤثرات خارجية قوية، وبالتالي يستمر تأثيرها، وقد يكون لها تأثير على الشمع، أو قد يمتصها الشمع، وقد يمتصها العسل، وقد تحدث تأثيرات على جسم النحلة أو على جسم الملكة. لذلك هنا منقول أنه لا ينصح باستخدام هذه المواد الكيماوية الصعبة مهما كانت تسميتها. ولكن أحيانا أخي الكريم والأخوان جميعا، استخدام هذه المواد بتكون شر لا بد منه. إذا استفحلت الفاروة في خلية معينة، بكون هنا التدخل الكيماوي واجب. حط خطين تحت كلمة واجب، لأنه ما بيقدر يعني يتخلص من هذه الفاروة القوية والأعداد الهائلة اللي موجودة في النحل أو في الخلايا إلا باستخدام المواد الكيماوية. صحيح يعني ممكن أنه المواد الطبيعية أو العضوية بتأثر وبتعمل تساقط كبير جدا، لكن بدك تظلك شغال فيها لفترة طويلة جدا. وهنا أخي الكريم يعني ورد إلى خاطر أن أتحدث عن العلاجات الطبيعية والكيماوية. فمثلا عندما نتحدث عن العلاج الطبيعي، سواء هذا الإنسان أو كل الكائنات الحية، العلاج الطبيعي بيكون مدى طويل ولكن تأثيراته ضعيفة أو ليس له آثار سلبية إذا استخدم بالطريقة الصحيحة. ولكن العلاج الكيماوي بيكون مدى قصير، يعني تأثيره يبدأ يظهر بخلال ساعات أو أقل من ساعة، يعني ممكن يظهر مباشرة، يعني بعد ما الإنسان أو الكائن الحي إنه يأخذ مواد كيماوية. لكن المشكلة إنه بيكون له تأثيرات جانبية قد تفوق أحيانا الغاية المنشودة من هذا العلاج. لذلك احنا بنحكي عن العلاج الكيماوي وبنحكي عن العلاج الطبيعي، فلكل منطقة ظرفها ولكل خلية قد تتحمل بعض الخلايا العلاج الكيماوي وقد تنهار بعض الخلايا من العلاج الكيماوي. يعني أنا ممكن أن أستخدم الأمتراز أفضل من ما أنها يعني تنهك خليتي بالمرة، أو يعني يتلف منحلي أو يموت منحلي وأنا أقول لا ما بدي أستخدم أمتراز، أو ما بدي أستخدم فلافينيد أو فلوماترين أو ما شابه. لا، ممكن أن أنا أستخدم في وقت من الأوقات إذا شدت الإصابة عندي بستخدم هذه الكيماويات وبنقذ نحلي من الموت. لكن بنفس الوقت يعني ممكن لأي نحل أنه يستخدم هذه المواد، لكن المهم بده يكون هو حريص هذا النحال، ويعرف انه هذه المواد اللي هو مستخدمها. انا لا انكر طبعا، ولا احد يستطيع ان ينكر انه هذه المواد هي لها تأثير على العسل، ولها تأثير على الشمع، لها تأثير على النحل، لها تأثير على اليرقات الصغيرة، لها تأثير على الملكات. لكن احنا بدنا نختار الوقت المناسب حتى ان مثلا نعطي هذه الكيماويات الصعبة، اللي هي يعني احنا بنكون بعد ما نقطف القطف الأخيرة. فلو بعد القطف الأخيرة وفي عنا منحل مستفحل فيه الفاروة، ممكن ان نستخدم هذه الكيماويات الصعبة. وكل بلد لها تاريخها ولها موعد للقطف الأخيرة. في بعض احنا مثلا عندنا فلسطين ممكن تكون القطف الأخيرة مع بداية شهر 6. في بعض المناطق مثلا عند أخونا أبو موسى بتكون عنده بشهر 8 بشهر 9 و10، لا زال بكون في عنده مواسم. إذن هنا بكون يستصعب عليه استخدام الكيماويات الصعبة أو الأمتراز، خلينا نحدد، إلا إذا مثلا في عنده خلايا غير يعني غير موجهة للعسل، سواء تقسيمات صغيرة أو خلايا ذات تعامل خاص، هذا ممكن أننا نستخدم فيها الأمتراز. ما دمنا ما بدنا نأخذ منها عسل، ممكن أننا نستخدم الأمتراز أو أي مادة أخرى غير الأمتراز. ممكن برضو أننا نستخدم الأمتراز اللي هو قبل الانطلاقة الربيعية، ممكن أن نستخدمها في
احنا لان الانطلاقه الربيعيه تبدا تقريبا بعد 15/2، ممكن ان احنا نستخدم الامتراز في 30/1، في 25/1، وهكذا. هذا اذا كان في عندنا اصابه مستفحله، اما اذا ما في عندنا اصابه مستفحله لا، انا بقول لك لا تستخدم الامتراز ولا تستخدم اي مواد صعبه. وكمان اخواني الكرام، يعني انا بدي احكي برضو عن استخدامات المواد الطبيعيه اللي هي حمض النمل او الفورميك، حمض الاوكزاليك، بلورات المنثول، بلورات الثيمول، كل هذه المواد اللي احنا ممكن نستخدمها. برضو هناك في لها طريقتين للاستخدام، اللي هي طريقة التبخير السريع والتبخير البطيء. فكل ما كان التبخير بطيء كل ما طالت فترة المعالجة. يعني مثلا بإمكاننا أن نستخدم الفورميك أسيد بأن نحط مثلا على قمم الأقراص بمقدار سنتي للقرص، أو حسب الإصابة إذا كان موجود ممكن نزيد عن سنتي حسب برضو تركيز الفورميك. وهذه بيكون تبخير سريع، يعني بتكون تبخير يعني خلال 10 دقائق أو ربع ساعة حسب الطقس وحسب درجة الحرارة بتكون العملية انتهت. وفي عندنا تبخير بطيء بأن نحمل الأوكزال الفورميك أسيد هذه على فوطة أو قطعة سفنج، بتكون هذه قطعة السفنج أو الفوطة مغلفة بقطعة النايلون، ونقوم بتخريمها ونضعها على الأقراص من الأعلى. هذه ممكن تعطينا لمدة أسبوع، يعني ممكن تعطينا تأثير لمدة أسبوع. فإذا قمنا بكل أسبوع يعني غيرنا هذه الفوطة وهذه الشريحة وكأن عالجنا لمدة 21 يوم، إذا استخدمنا 3 فوط أو 3 مرات كأن عالجنا لمدة 21 يوم بطريقة التبخير السريع. واللي هي طريقة التبخير السريع يعني ممكن تعطي نتائج أعلى، لكن النحال ما في عنده الوقت، خصوصا ذوي الحيازات الكبيرة ما في عنده الوقت كل يوم يرجع على نحله ويحط له فورميك أسيد. كذلك الأمر بالنسبة للأوكزاليك، الأوكزاليك في عندنا برضو عدة طرق لاستخدامه. أنا رأيت الأفضل فيها إنه يعني تحمل الأوكزاليك على زيت على الجليسرين وتحطه على شرائح وتضعه بين الأقراص. بهذه الطريقة الأوكزاليك أسيد قد يستمر بالمفعول لأكثر من شهر، طبعا بدرجات متفاوتة بيكون التأثير. وبالتالي يعني استخدام الأوكزاليك أسيد مرة قبل الانطلاقة الربيعية ومرة قبل الدخول في الشتاء يعني ممكن انه يحمي لنا نحلنا على مدار سنة كاملة. بكون يعني يتخللها انه ممكن احيانا ندخن او نستخدم الاعشاب العطرية او النباتات العطرية باستخدام المدخن. طبعا النباتات العطرية هذه بتسقط من الباروة، لكن هذه بتكون عملت لها دوخة وليس قتل. إجمالا يعني بتظل تخفف من أو تحد من نشاط الفاروة في داخل الخلية. وأخيرا أخي الكريم، بدي أرجع وأكد على ما تفضل فيه أخونا وأستاذنا أبو موسى، إن لم تكن المكافحة جماعية في فترة يعني خلينا نقول من بدايتها لنهايتها أسبوع، فبكون كل تعبنا وكل اللي اشتغلناه على الفاروة راح تعبنا سدى، يعني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لأنه إذا أنا عالجت والنحال المجاور إلي اللي بعيد عني 1 كيلومتر 2 كيلومتر والتقى نحلي بنحله في المرعى وسقط حبة فاروة من نحله على ويعني تشبث بنحلي، بيرجع الفاروة بتنتشر مرة أخرى وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. إذا المكافحة الجماعية ممكن إنه من خلال نكون بتنسيقها من خلال نقابة النحالين أو جمعيات أو عفوا أو دوائر الزراعة، ونكون بمكافحة جماعية. المكافحة الجماعية هي الأكثر نجاعة في مكافحة الفاروة مهما كانت المواد المستخدمة. أطلنا عليكم كثير، تحملونا، الله يعطيكم العافية.